فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك بعض أغطية الرأس، الطرابيش أو ما يسمى بالقبع، تكون طويلة وتغطي شعر الرأس وتدار على الرقبة، فهل تأخذ حكم العمامة فيمسح عليها؟ لا لا، ما هي بعمامة هذه، هذه ما هي بعمامة ولا تسمى عمامة. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.